أسألك سؤال، اتفضل. وتوفيق الحكيم لما جه هنا انت قابلته؟ اه طبعا. ايه بقى اهم حاجة قالها لا لك؟ هو قعد مدة، كان هو ذكي جدا وخفيف الروح يعني، بس طبعا كانوا بيقولوا كبار الزوار ما ادوناش فرصة، قالوا ثروت أباظة وقالوا نجيب محفوظ رحمة الله عليهم جميعا يعني. فهو كان يسخر مننا، يقول انت اسمك طبيب زي الفل، كل ما اقول لعيان ازيك النهارده يقول انت زي الفل، انا مش زي الفل ولا حاجه. بس هو قعد مده ما كانش طويله، بس كنا ممتنين ان هو موجود ومتشرفين بوجوده. وقال له استاذ نجيب محفوظ يزوره الاول. بس هو كان مريض مثالي؟ اه كان بيسمع الكلام؟ هو قعد خدوه مننا في المقاولين العرب، اختطفوه خصصوا له اوضه سموها باسمه يعني. احنا كنا حاطينه في اوضه فيها سريرين، ما كانش عندنا طرف اوض منفصل. بس هو الحقيقه الحوار معاه كان ممتع جدا، وكانوا الصغيرين يخشوا يقعدوا معاه اكثر ما انا بقعد معاه، انا رايح جاي. بس هو يعني انا ممتن ان هو قابلته يوميها الاستاذ نجيب محفوظ. فبكلمه كده بقول له يعني راي حضرتك في الطب ايه؟ دكاتره، في دكاتره مش بيزودوها شويه في الدعايه لنفسهم؟ فسمع الكلام كده قال لي يا استاذ بدم عنده بضاعه ما يعلنش عنها ليه؟ الله، انا اندهشت بدأ. لقيت ان هو الراجل بيتكلم كلام معقول يعني. انا حلوم الدكتور ان هو يقول انا بقى احسن كده، انا يمكن اكفل من عمليه ان انا اعلن عن نفسي بطريقه ثانيه. ما اقدرش احط اعلان في الشارع. سيادتك ما اقدرش احط اعلان في الشارع؟ لا 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 طبعا، ما فيش غير يافطه قدام العياده بس عشان اعرف ان فلان ده فوق، انما اليافطه اللي بتشوفها دي طب شيء غير ممجوج، بس بينتشر وهينتشر. ده عامله ده بلمبات بالنيون، ويطلع عامل لي كده ولابس الاوفرول ولبس العمليات ومش عارف ايه ودكتوره.